جريان بعض الأودية في بعض الولايات يرتبط بعدد من المهن والعادات والتقاليد. أهالي قرية الغضيفة بولاية صحار يحافظون حتى اليوم على مهنة صيد الصد والتي عرفت منذ القدم. هواية الصيد لا تقتصر على البحر فقط، فهناك من يمارس هذه الهواية في أماكن أخرى كالأودية مثلا. هؤلاء الشباب اختاروا مجرى أحد الأودية في بلدة الغضيفة بولاية الصحار لصيد الأسماك الصغيرة التي تكثر بعد جريان الأودية والتي تسمى محليا الصد. الصيد طبعا يبدأ لما أحيانا نكون بعد الظهر، وأحيانا نكون الساعة 8 أو الساعة 7 أو حسب الوقت الناس اللي ترغب فيه، لكن ما بإمكان في الليل أجي أشيل أنا أعمل هذا الصد هذا، لأنه لازم يكون على وجه النهار. صيد هذه الأسماك الصغيرة عادة وهواية عرفت عند الأهالي منذ القدم، حيث تعد هذه الوجبة والتي تستخرج من مياه الوادي من الوجبات التي يفضلها أبناء القرية مع جريان الوادي. صح، أجدادنا وأهلنا كانوا يعتمدوا عليها كمصدر للرزق، لكن في الوقت الحالي نعتبرها كهواية، شخص يحافظ على هذه الموروثات. والثاني شيء لذة، يعني طعم هذا الصد وانت تاكله يعني من عرق جبينك وانت معد لنا وكل شيء. وبعد ان يجمع الاهالي ما تجود به مياه الوادي، تبدا مرحله نقل الصد الى المنزل استعدادا لطهيه على النار واضافه البهارات اللازمه لتحضيره ثم تقديمه للضيوف.